السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. توج فريق المحرق بلقب دوري الدرجة الأولى البحرينية لكرة القدم للمرة 33 في تاريخه، رغم تعادله مع الرفاع الشرقي بهدف لكل فريق ضمن المرحلة 18 من المسابقة. المحرق تقدم عن طريق لاعبه إبراهيم المشخصة، فيما أدرك محمد الرميحي التعادل للرفاع الشرقي، يرفع بذلك المحرق رصيده إلى 40 نقطة في صدارة المسابقة المحلية. وفي مواجهة أخرى أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية، تغلب فريق الحد على جارية البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يرفع الحد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد البحرين عند 13 نقطة في المركز التاسع ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية رفقة فريق الشباب.